السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال هدي لي مغليو ولو مغلي أهل إيسو قرأ ملاي مغليه ها ومهد سنتهي إن محمد أوغاس إن ولاليال بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشيني هند علي إن عاوى يغرس اللايف إن شاء الله هذا نحوغا أن بقو إغرى هذا أما أن ماركتي أن وحق الخلطة إن وحن رجينا يا دمانتين إن أد إن شاء الله تعالى سوق لدونتان أو أد إلى 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 شير غريسون دونتان عاوى إن أرنتان أن كهرليو كل يبوا أرن كسابسن ولاليال دلكيني أو أن واحد لي يقود أهان قاسبتن محي هيتوني حالة دمانت تاجن ولاليال وحن ماركتي أن ربا إنا كوبي لابو عاوى برنامج إن شاء الله تعالى عن بلاب الدونه أو عاو وكوي هاي أو عن أقوم مع الدري برنامج كي صدم دقيق لها أها أما تيد مينت قف قصيد ويقان أما نص ساعة أها إن شاء الله وحن كود ذالي دونا ويك والبقينا نصوغلو إن شاء الله تعالى مر إنا نصوغلو لكن وقتي ما قبن كرو وإن إذن إعلامين دونا هوران ربا مركب برنامج إنا أقلو وحن كهاللي عاو إن شاء الله تعالى أرين تينا كوساب سن صوماليا وحالات ورطا هدا عفوغا حساسية أن كجرنو حالات داسو أن أبا هن هاي ولا ليال إن آن ماركتي سقيران و أنو آت ماركتي أن حالات داس هدا وقتيا حاذر كأتاقن أن أنك غورتقنو محي كوساب سن تهي وحي كوساب سن تهي ولا ليال دبر جبين تا مر والبا أو صوماليا ما صوماليا مركي ودن كينو كرقو استاقو dabarjabinta iyo majaxaabinta ay wataan dad danagaara nool ah insha Allah ta'ala haddii codka maqleysaan naftirkeeda waa jeclaan lahaa codka waa maqleynaa hinda ii soo qora een maxay aheeyto walaalayaal waxa lagu shiraya kismaayo lagu shiraya shirkaas kismaayo marka waxaan hadda ka yaan dhawaydna waxaan soo duubay laba bir saddex bir korna waxaan soo duubay كلب بان صوت دوبة عاو حي وقاس بي إنا اللايف كسوق لنا وحي تهي شركة معنها ونو سميني أنك سماني هدان نهي محي تهي معنى نو ما سميني لكن وحان واركا إنو يهي شر عشان دي لسود تشيي أو سمالي هدان نهي مانت الحمد لله رب العالمين وحان فهن سن نهي في المانتي هو وايد هو رنا لقي قد تشريو نمان كمارك تهي نقي قد تشرين إن هو قوميكو حيات يدا أما نمك عن مدارنا بصومالي أنت منتو أي هجامي نمك مدارة هدونا لين عكل إسوب بدله أو هدونا محي هي توني إسوب بدله إنا يدك الصومالي أوبريشن إنقلابية أي قصة ميان أو صدق سنة نجو جرسية إنا خفنا ما هنا إنا كعوينه إن وما هتصنت إن عبد سمت هدو وح عطك يوحول بي أوكيهين مرك ولا عليان سبب تاسا وحي إيغو كالفتعاو إنا لايف صوغلو ومركي إيغو هرسي كيلب بانسو دو بيشري لكن آن لايف صوغلو مركا واحان ربا إن آن هورتا مركا إيغو هرسا آن عاو هلكن آن أغا هنباليايو مالين تان كيدي تصو دو بي هبين كي قدن بيسا واحان أركي داد إسو تشيغي أو سمايستي أروح أو لامغا عبحي بدبادين تا بدلان داد كاس أو سعاد أغا سوهر جيسدي هجاميه دوله جبليه ديد او كف شرايك اسمايو دادكاس اد بان او فرحي وحان عاو ربا انان كو بوغاديو ميلها كاليتو نمانكا كاليتو او دوله جبليه ديد او بدلان عان هين سيدا سو كاليتو اني او كعان دادكاسو كهورتغايا فعل كان متحابين تا انو او بحييي ومتحابين عد او لو جيدو مركا دادكاس إلا غهر تغو ويان او سيدا سوكال الله يسوغو تغو دادو ميلول بأي إس أبابوشو عناقا سوماليا هدانا مردان بفلين نلو مردiga يو فلين كاسي وحا ويان وفلين كي نلوغو باب إيي وفلين عنوغو حانو أركا لوغو تلقالي إن لوغو متحابية دولد سابطو عيتاي شركة دولدو كومتشورتو وحلوغو شرايا لما يقانو وحلوغو شرايا لما يقانو
وحلى هشيسين إلا ما يقانو دولدي دحاء وصومالي يوضن إيا شعب دورتين حمر بيفردي دا وهوش يدي باي وضطا شنن با إسراعي هالكا سي فريستان وحي أوف فريستان وحكا لماها وإنا فيلن عصوب صوت دياريان مركن نمان كاسان إذين شيئي نمان كاسي يغوا أكتره أكتر هذا فيلم عن تلقى أكتر كهوشي سمر كفيلم كتلقى يو فيلم لودي بي أو السعودي عربي بي لودي بي فيلم كاسو يسوق مثلا فيلم عن تمر كيا تلقى أو السعودي عربي أو هبيعي أو تشرشري أو سو ألفي وقعدش شيء والدولة ده هش شيء هوي وإسلو أجنه الصومالي نمان كان مر كأننا نهر بودا يو أكتر هذا أول نمان كي فيلم كتلقى وحلا يري فيلم كان تتشان والدولة ده أنا بربرك الدولة ده وياي يعني إن شعب كي نورتك قضا عندها أمريكا وحنا لو قبها هاي هاي عندنا إنا سامينو فيلن فيلن كي أكوهر تقعي ورمتي عن فيلن كوهده وحل اللي يراهده قبتا دي دولة دي قدن ليهين موقتا إنو يقبانو أي وحي ربان أي قلالا ساسامينو أي دولة دا كوهر تقعانو وحن كو يربرجمين أي دولة دا كو ساميان قف قستقو صوماليين وفهنسين هاي وحن ماشا الله وشرايو إنا يساندان صوماليين اسم كو جري أنا هو نمرك واحد ربع سومالي واحد ما أنت إذا كنت سنة يا دك سومالي هذا إن عاد إذا كنا فهنتان فيلم كاس وعندنا أنا كنا قلي مين فيلم كامرك يبسن مينه مرك واحد سمعنا إنسان ولا على ياله دك كاس بانك هاللي يا إن عاوة واحد كلو كهاللي يا أن ربع تفرار وق النص وضع دك كاسي سبتوا عيت أول وحي أديك سنشرين قبل لي أديك سنشرين قبيلة ده وحي كو أديك سنشرين إني والبا ودهم حي هي توني إن 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 أنا وحنا هي بدلان أنا وحنا هي قلم ذو أنا وحنا هي حق قبيل كي هبل بحق الدقة قبيل بقبيل كسي هرشي إذا أنا ونا شعب دان هي ون ونا شعب تو من جرنا لكن ما ده وحي كيسان يغي يوقع ما إسايستا إسلا الضلحي سيا حيرتي إسلا تاجن إسلا الشرية فيلن كودي إسلا الشرية هلكا وحي إذن كعب مركة وح قبيلة ده هو إني سرميشان شرين وحي أول صومالي صدون صنا كهر لغو بربريانا إنا إحايا فيلم مانتا سوكالي مانتا إلا مانتا وحس عدنا إنا يهين فيلم كي صدون صنا كهر لغو بربريانا أيا الربادي إنو سوء إسبونيسي سي لوهر قليو إن دكادها إيو نولكا إيو أرلادا إيو إنتال حراشو ميل والبا أي ششيه سودو اللي راه دكاد والبا أنقا دكانو ميل والبا أنقا قدنيو ميل والبا أنقا نمت أو كبعدنا أنقا نلقا دكو دد دانيه نلقا لها نلقا قارو ما أنت يوروبان أنا جو كنول هاي يوروب وح كنول دت قف والبا ومارك تقربها جو وقرن أيه دت كاسو اللي يرادو أنا وكل يبي إسكندنافيان كهدان هاي سجن نران دهنا وحن أم لين يا ودم هذا أفكي إنجليش كلوغة هلا أنا وحيد دهان جيبسي دهان أنا جيبسي ولا ما دمت بيد دهان إن أصل كودي دت كاس سومالي رومان بلدي هجرة وحي هاي دت أودلي أو شرفلي أو كرامله oo kasoo jeeda kullay dadkan yurubiyaanka markaan aniga taariikhooda akhriyay kuni shan boqol bay dhahayn maaragtay sanadkii 1500 markuu ahaa Egypt ka yimaadeen laakiin taariikhiyan Egypt kama ay iimaan waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo India dad awood leh ahaayeen dadkaasi waxa saamaanta adduunka loogu tafaraaruqiyay oo loogu maaragtay burburiyay adduunka oo maanta ay meel walba ka toogsanayaan oo aysan wax baran oo aysan magac lahayn oo ayaga dhanba 1977 iyo koodiiba waxa la siiyay in FN ku waxay u ogolaadeen inay bani aadan jiro ay yihiin adduunka ku nool oo laakiin aan wadan lahayn ba calan la siiyay calanka calankooda xitaa calaamada ku dhigan hadaad aragtid dadka gibsaha la dhaho ama jibsaha la dhaho oo maanta meel walba adduunka ku daadsan calankaasi waxa weeyaan walaalayaal waxa weeyaan waxa ku dhigan garaan sidaas ma aragtay loo jixjixay oo loo qaybiyay واسيد يجي لوكال قريب مل أيضا أدون كتشوجن أفريقيا كتشرتاس كل أيضا أنا نقول ملايين أيوة آسيا كتشوجن يوروبا كتشوجن أمريكا كتشوجن مل والبا أدون كتشوجن ورول ملح رول كودي وبابا عدد كودي وبابا أي وح أدون كمرع كل أيهن مل مرعية من حتى هذا اللوب هي ومرعية عدد كم ذوب حتى مرك اللي جمي سنجر سيد النيجر وكله لو يرتري وكله وي مرع عن سجن راح أنا جبسه أنا جبسه ومرع سيد السكر بهدلي magacoodi xitaa iyagu markoodii hore ay lahaayeen oo roomanka awal waa loo diiday in la siiyo ama waa laga cunsuriyeeyay oo waa laga saaray maanta jidkeed martid yurub iyo meesha aad gashid oo tareenka raacisid oo wadada maraysid iyagii baa tuugsan iyagii baa taagan iyagii baa baryootamaya daraag iska gadan saasi adduunka ugu dhibaataysan yihiin dhul bay lahaan jireen oo dad waxay ahaayeen awood leh soomaali haddaanan aragti dheer yeelan
oo aanan ficil kaan maanta dadkan anaga naga dhashay oo nimatalaya oo burburkan oo dowlad yara iyo wax yara iyo shacab yara iyo wax yara markay isku toosaanba diyaarka u ah inay ummada dhabarjabin ku sameeyaan oo hadba program meel ka helaan oo hadba meel ka soo focaan haddaan dadka laga hortagin walaalayaan waxaa imaanaya runtan idiin sheegayaa soomaaliyey maalin aan annaga waxba qaban karin awooddeennu ay wiiqmato maalin waxaa imaanaysa annagu maanta waa hadli karaa dhul baan leenahay faragelin baa nalagu hayaa annagii baa ishaysanna faragelin shisheeyana way jirtaa laakiin stiil dhulkeenna waa haysanaa calankeenna waa haysanaa magaceenna waa haysanaa laakiin maalin waxaa imaan doonta adduunkan aan waxba ka ahayn oo aan waxaan haysanno iyo waxaan haysan doonno midna aysan jirin annaga waxaa laga yaabaa inaan ku halgankan aan ku jirno aanba ka weynaano ka gabowno laakiin jiilasha soo socda soomaaliya ha loo shaqeeyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shacabka soomaaliyeed qabyaaladii inay ka yaraatay maanta dhibaatadu waxay ku eg tahay waa nimanka danta wata la taliyayaasha sida qaladka ah ummaddu intay doorteen oo aamineen sida qaladka ah wax u wada iyo dadka danaha gaarka ale oo shacabka ku dhex jiro ama dana ganacsi hala yeeshaan ama dana siyaasad ha yeeshaan ama daba qabiillo yaryar oo macnaha dad badan baa qabiilkii ka xoroobay laakiin inta badan shacabku wuu isku duuban yahay inta badan shacabku dhibaatadu way fahmeen laakiin banoonigu walaalayaal yuu naga hoos bixin banoonigan hadda kismaayo la rabo in cayaartan finalka ah oo sami finalka oo kismaayo markii lagu finaalka annaga naloo keeni doonaa soomaaliya banoonigaas yuu naga dhalanin waa inaan nimanka iska difaacnaa oo niman muwaadiniin oo soomaaliyeed oo mas-uul laga dhigtay weeyaan shacabku waa inuu cod yeeshaa uu yidhaahda adeerayaal waxa kan aawadaan naga daaya haddii ay diidaanna shacabku waa inay awood yeeshaan ay ku dhihi karaan adeer annagu dowladayada iyo qarankayaga iyo dadkayaga maaragtay ma ogolin in faragelin iyo baabaa lagu sameeyo dekadaa la xaraashaya dhul baa la gadayaa maxay aheetoon imaaraad baa wax la siinaya waxaan soomaaliya iyadoon imaaraadna dekad siinin oo waxba sideennaasaan ku noonaa jirno dowladaha afrika markaa nabadda haysano ugu quwadda weyn ugu karaamaysan baa ahayn welina maanta waa kasii haddii dadkii waa kasii ilbaxay cilmigi waa kasii batay maaragtay dadkii dibadahii soo aadeen maanta waxaa haddaan nabad helno maanta ayaanu waxaan samayn karnaa horumar yurub iyo amerika iyo meel walba adduunka aana tartami karno dekadahan yaryaree carabta iyo la rabay inta loo xiro 30 sano iyo qandaraasyo lagu siiyo halkaa la yidhaahdo ha soo gelinin annagana meeshaa ugaar aan sida ugaartii aan hoganno wax naga soo gelaya anigu ma garanayo awoodda shacabka banoonigaas halkaa ka socda oo kismaayo lagu cayaarayo oo ah fahmaysaan walaalayaalow waxaan caawa u soo galay inaa lahaataan shacabow dhegihiinna iyo indhihiinna iyo attentionkiinna uu taagnaado in la helo dad maya dhihi kara sida hadda dadkaa is-abaabulay waan ku ammaanayaa oo aan meeshaa ka arkay facebookan ka arkay dadkaas badbaadinta puntland isu bixiyey oo cod cad ku diiday inay dowladdu waxay wadda inay khalid yihiin meel walba waxaan u baaqayaa marka nin walba oo dowlad goboleedda markuu soo raaxaysto meeshaa filmaanta kusoo jiro idiin soo noqon doona oo idin dhihi doono baleenkaana idin wada hadda waxaanba maqlaya maanta iyagoo la go-aamaan soo dejinay oo xaggaan soo dejinno oo waxaan samaysanay sharciyo oo qodobaan samaysanay oo dowladda dhammayd oo jirtayba laga dhigay wax aanba adduunkaba wax meeshaba annaga aan noo olinoo xisaabsanayn war aawi awooddi dowladda dowladdan shacabku doortay oo adduunka soomaalida maaragta annaga dhan aan raalliga ka nahay oo dadkii maqsuudka ku yihiin aawi awooddeedii maxaa idinka horboodkiina iyo shirkiina iyo hadda xeeb istaagiina iyo gacmataagtaagiina iyo waxyaabaha aa wadaan adeer yaad jiraysaan filimaanta ma gelayno soomaali haddaanna caawa waxaan usoo galay waa baraarujin aan dadka soomaaliyeed oo walaalahee baraarujinaayo runtii arintan arin sahlan ha u qaadanina ha u qaadanina wax fudud ha u qaadanina dad baa waxaa laga dhaadhicinaya waxyaaba yaryaroo iska siqiranoo maaragtay in wada shaqeyn waa sax dadka dowlad goboleedyadu waa in iyo dowladdu wada shaqeyn fiican inay ka dhexaysaa waxa kaloo saxa wada tashi inaan leenahay waxa kaloo saxa inaan dhaqaale wadaag nahay waxa kaloo saxa inaan awood iyo ciidamo iyo maaragtay gacan isdhaafsasho ay jirto waxa kaloo saxa dowlad dhexe inay waddanka ka jirto oo soomaaliya oo dhan ay raalli ka tahay dowladdaas ayaa loo baahan yahay maamulka in faraha laga saaro gacan bidixaynta iyo kala orodka iyo hadba meelku shirkana la joojiyo filinkaas marka hadduun ay nagu hirgeliyaan oo uu socdo oo maanta lagu guulaysto dowladdan in la faragelin lagu sameeyo
أمن نلاقي بعسيه أمن نلاقي مارك تدولة دن نلاقي دمه وديده سوماليه وح أوجاتن ما أنت مال في عن إنان مرينه ما أنت مال شيء هذا ندب وقعدنا وخنتين إذا شيء جيا وحن وضعي برشب بان وضعي صدق سنة برشب كا كجفني وحن ما أنت عاو عن هو كان أن 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 كقيلنا يا وحي تقول إذا كشيء جيا إنان برشب كا كهرتكنا سبتو عيتا بيو وحلير أنت كسو قارن بالله إسكام موسى نمان كاسي بلان بي ماشا إسكو تغير إن شاء الله وحي لها يعني هل كأجل موجود يجل مدوق يمحيه توني يبدلهم بعد سايستا ما أنت وقوة وده ضلحي صار يحب تتعب وح سايستا ماشان مجران نقول بدنتي سجار كأهو وطا وح شعب قدنا هنا يملي وح ضد قدنا هنا يملي تشس وح ويا الدولة دي بقى مستش قد يا دي بقى وضطة نهنان كيا دي بقى وضطة يجي مركب وح ويا وان من أبرت إن يدهر بودر الدون قسام وح لقان marka wax weeye sideeba anaga nolooga madaxweynaan kara ama anaga nolooga aamusi kara oo anaga maaragtay aan waxan rabno u sameyn weyne ilaa dawlad walba timaada iyaga kala furfur jiro motion bankeena iyo xaggan geenaya madaxweena walba qalqal ku sameyn jiray tiibay maanta xogaa xogaa weysan yihiin marka way qaadan la yihiin inay Soomaaliya u timid shacab iyo dawlad isaysta meel walba cod midaysan waa inaan ku dhahnaa maya marka ay soo noqdaan oo nin walba u soo noqdo meesha uu maamulayo waa in la xisaabtama liirada adeer maxaa wada qodobada aad soo dagsatay iyo waxa caawadatid iyo waxa dawladda aad ku haysatid waa in aad halkaas soo saartaa waa in ay shacabku ay in ayagu awood ay yeeshaan ah in loo baahan yahay Soomaaliya ay awooda hadda shacabka madaxweynaha shacab baa doortay waad aragteen awooda siday u shaqaysay meel walba oo dawlad goboleed waxaan ku boorinayaa in la helo شعب سيدا سكر أطوله أردها هذا حتى حل دبنا ذقل ديهن على رمايا ميالين وحن وحن أوضان وح نجد ميا معها حتى حل دبنا ذه دوم دعوينها قلت كيسي أمريكا دولة جبلتك ما مرايا يكون عن وإن له لا شعب أوضله قولي راه هذا أدر وحن ميالين وحن كوكا لو كبرنا يا دفكا ملاها دكدها يا دقالها يا ربعنا يا حراشان وصو لكتي سيدا يا دوكا يا نو اهانا يا وانا نو اهان شري حدي انو انو غارنو وود انو وحكو سماي سنة انا سماي سنة هدي دولدو يدو بلان يا نظام يو وحي يدو قشا ستتا هنا وانا تاي وح صوماليو لن ايه هالكيهين نمانكا كان dowlad goboleed yada isku sheegaya madaxweynayaasha isku sheegaya dad baa doortay waxay u doorteen nidaamka ku meel gaarka ah oo meesha iyagu ay dadka degan yihiin inay meesha walaalayaal kaliya iyo nidaamka habeeyaan ka bacdina ballantu waxay ahayd markay dowlad dhex timaado in Soomaalinimo iyo qarannimo nin walba markii doorashada uu galayo wuxuu leeyahay anigu waxaan noqon doonaa madaxweyne maaragtay Soomaaliya dadka Soomaaliyeed erigaas uu adeegsadaa dad Soomaaliyeed dan uma hayaan mid tan hadda shaqeynaysa oo socota haday intay shireen oo Israa'iil ee meesha u faristeen waxa cad meesha nimankaasi uma ay socdaan walaalayaal runtan idin sheegayay uma ay socdaan wax la yiraahdo danguud dana gaaray u socdaan قف البواء فهسيني هاي حاجة أنا لجودي إمارات بان لجودي حاجة أنا لجودي إثيوبيا لجودي ده مال وربان لجودي ده ولا عليا الوحي مركي اللواي أو وحي مارك تا أي 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 نسقامين أو مدحوينه عد ليمد أو في تباور أو صار أو يري إن مع مدحوينه سعودي وكل هذا وحي ودت أنا مرحبا الله أركي إنه يمن ضمير له عد له أو شقينا يا بالي ره هذا حاجة لغصو كلا اللي سومالي نبض من نغن كرتاي من هشين كرت الدنيا ومتشرت إياها حقيقة سوقلنا مرك هذا وحنا كسوقل إن مرك إن ممكن أكتر هذا هاي في المانتا سوقل إنه فلنا وين عندنا عودة صومرنا ما أنت ويا وحنا هيستمر كإيه كان نوشر سيه تاهل لو ولا ليال هلا الدكتور نادو كنت أنا إدين شيء يا دمبار كاسان إدين صومرنا يا عوا إن وحنا كقص بنا هاي إن هذا الله وندك برارجنا أو أشجنا وحنا غصة صعدة وارنا برشب نمان كاسي قد بان سود جسنين انا مع عدبا لين هاي حقا لين هاي تصوبا نحقا حقا كبدلين بل دولت با ودن كي ترتئي دولت لحاة ترتئي وحان انا قول ايه بنا وحان ايقو ايقو ليهين قد بان سو سعرنين وحان سو سعرنين سقير كاد الشيء عاوه يديس مارك تي لغسو حتمي وفهم يعني مكا اجدد ليهين وجددا سان ربنا إن ولا ليال وكهر تقنو وجددا نو مفليس وكدالني أدون كيا نجار نلاقي لينجيب سجا وريجا يا ما أنت عن chance سنا chance كسا ربنا إن نفتن يا أولادنا يا نلشنا يا المهن يا قرن ما ده إنسان ما ده وقف إيدي سنو إن إثيوبيا
oo halka ula tukubaysa sida ay Soomaaliya heer waxay ba gaartay hadda itraada shir walba oo Soomaali ay shirayso ninba ayagii ba fadhiya ya goorma anaga ilaa xadkeena la gumaysan jiray gumaysiga marka anaga shacabka maanta Soomaaliya iyo xukuumadeena anagu aan xukuumad fiican la yeelan weynay waxaa noo hirgelinaya waa nimanka anagu aan dooranay oo hoggaamiyeyaasha walaalayaal intaasaan insha allah tacaala kusoo gabagabaynayaa in warbixintuna waa socon doontaa caawa intaas yarta ujeedadaydu waxay ahayd inaan shirkaa sheego inuu yahay shir shirqool ah qof kastoo soomaaliyeed waa inuu ogaadaa shirkaasi walaalayaal waa shirqool waa dabin dabin la rabo labada lugood in dowladda looga xiro jahwareerin weeye laakiin nasiib wanaag waxaan ku faraxsanahay sidaan aniguba u fahamsanahay shacab badan oo soomaaliyeed inay fahamsan yihiin insha allah tacaala waxay noqon doonaan kuwo ku fashilma haddii ay wadaan wax dhabarjaba iyo wax maaragtay dowladda kasoo horjeeda haddii kale ay daacad yihiin dowladdii waata halkaasi fadhida iyo shacabkaba wax cad ha horkeenaan shan nin baa meel ku shiraysa af ma noqonayso wax cad ummadda ha horkeenaan biidnillaahi kariim sidaasaan walaalayaal baaqo soconayaa qof kasta oo soomaaliyeed waajib saaran weeye inuu ka hadlo badana anuma soo galo laakiin waxyaabaha dhaqma oo aan isleeyahay markaas waxaan waa arrin taagan ayaan soo gala arrintaani yaan la dhayalsanin dad baa taageeraya soomaaliyeed oo ayagoo u arkaya inay tahay wax maaragtay iska iska fudud oo dhahaya wallaahi dowlad goboleedyada naftirkooda waxa weeyaan dee waa loo baahan yahay in la wada heshiiyo waa sax waa loo baahan yahay laakiin dowlad goboleedyadu horta hadday daacad yihiin xamar bay ka bilaabi lahaayeen dowladda u tegi lahaayeen dowladda waxay dhihi lahaayeen war waana kanaaye maxaanu ku tashannaa see wax u qabsannaa adigaa madaxweynihii ah xukuumaddii xamar bay fadhidaa ra-iisul wasaarihii wasiirada xamar bay joogaan walaalayaal maxay tahay shantaa nin oo isla socoto diyaaradda intay raacday maanta taagan xeebta iyo hadba webi iyo hadba meel dalxiisaysa maxay matalayaan aragtidaan ka aragnaa marka maxay tahay aragti daacada miyaan ka aragnaa kama aragno taa weeye taanu rabno marka inaanu intay goori goortaa biyo waxaa la yidhi intay kusoo gaarin baa layska moosaa nimankaas waa iska mooseynaa bartaa inaga joogaan hadday soo noqdaan waa in la helaa dad la xisaabtama oo la dhaa adeer filimaantan naguma soconaysa naguma soconayaan filimaantan marka insha allah tacaala dadweynaha ifiirsanaya waxaan idiin rajaynayaa insha allah khayr brogramkana kulley wax yar baan sheegay waqti yar baan ku talagalay sii sheergareeya dad baan arki jiray dhaha sii sheergareeyo sii gudbiya si dadka kale kulleyba waqti anaga yurub hadda waxii sideedii waa la dhaafay dadka waxaan u malaynayaa soomaaliya intaba hadda waqtigaanu kale weyba hurdaan waqtigay idin tahay tafaraaruqaas ayaan walaalayaalow nagu soo socda waa in layska jira nimankaas gacmahay ishaystaan hadhowna annaga markay nagu soo noqdaan filin kale inoo sheegi doonaan reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel bay rabaan inay naga gadaan barteenna waa inaan ku dugdoonaana barteenna waa inaan ogaanaa dowladdana waxaan u sheegayaa inaysan nimankaas u joojin oo xitaa anigu waxaan baqabaa xitaa hadday hadda wada hadal xitaa inay la yimaadaan inay u maraan shacbiga soomaaliyeed iyo nin walba inuu keensado odayaashii iyo soomaalida iyo meeshuu kasoo jeeda inuu keensado sababtu waxay tahay niman la aamiri karama ma aha maba na matali karaan risbakti xumaday hadda dowladda ku sameeyeen oo annaga oo hadda shacbiga dareemayno in dowladda lagu samaynayo geesgelin lagu samaynayo oo majaxaabin lagu samaynayo kuwa aniga waxaan qabaa maba matali karaan cid reer budlaan aad baan ugu faraxsanahay reer galmudug waxaan rajaynayaa walaalaha reer galmudug walaalaha reer hirshabeelle walaalaha maxay aheetoon reer jubbaland walaalaha maxay aheetoon koonfur galbeed intaba waxaan rajaynayaa shantooda shanta meelay nimankaan matalayaan oo ka socdaanba waan ogahay maanta soomaali haddaan nahay qabiil ma naga gadmaayo qabiilkii waan daynay hubka qabiilka waan dhignay waxaa nimanka ay naga gadi doonaan waa qabiil laakiin sheekadu qabiil ma taagna adduunweynihii iyo dowladihii shisheeyaha baa waxay liqi la yihiin oo qaadan la yihiin war soomaaliya maanta israaci rabta oo madaxweyne ay ku faraxsan yihiin heshay oo hagaagi rabta filinka marka waxa waa loo dig iyo dam leeyahay waxa weeye oo dibinta loo qaniinaya sideeba maanta awal waxaa nalaga faa'iideysan jiray shacbigeenna wuxuu caan ku ahaa madaxweyne walbo yimaada inaan anagu aan horboodno oo anagu aan madaxweynihii ka hortagno oon dhaleeceyno maanta dad yar oo farakutirisa maahane shacabka soomaaliyeed
inta badan dowladoodii qaranimadoodii jirtaankoodu waa taageersan yihiin. Aduunweynaha intaasay la qilayihiin marka. Intaasaa la qilayaa, intaasaa marka waxa la leeyahay, intaasay u burburinaa. Ilaa Soomaali loogama baranba israac ma ogta. marka nimankan insha allah tacaala minority bay noqon doonaan waxay noqon doonaan dad iyaga keliya kooban oo waxoodu iyagu ay ku haraan shacbigana kor baan leeyahay meel walbana waxaan leeyahay walaalayaalo isa soo agaasima sidaasoo kaleeto nimankaas ay u samaysteen waxay u baxsadeen ururka badbaadada puntland waa run waa dadkaas in laga badbaadsadaa waddanka ilaa iyagii baa laga badbaadsanayaa dad 24 ka saac ogsiyoono iyo lacag iyo dhaqaale iyo shisheeye u shaqaynaya meel walbano saasoo kale shacbi badbaadiya meesha aad joogtin ka samaysta oo dowladdiina ku xirma oo nimankaasna cod cad waa in lagu diidaa filinkaas ay wadaan waa gubata annaguna filinkooda waxaan leenahay ma gelayno yaan laga gadan biliyatiyada filinkaas yaan laga iibsan nimankaas walaalayaalo intaasaan kusoo gabagabaynayaa insha allah programka noo sheer gareeya intaasan qof walbana meeshiisa allah ku nabad yeelo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu